ارحب بكابتن سما الجمل معانا فوشيا خبيره جلسات المساج. اهلا بيكي. اهلا بيكي حبيبتي. ممكن تشرح لنا بقى المساج ده عباره عن ايه او خطوات جلسه المساج؟ مبدئيا احنا ممكن نشوف على المدر اللي معانا. جلسه المساج بتبتدي من الفوق من تحت لحد فوق، لان الدوره الدمويه للجسم بتبتدي من تحت لفوق، فاحنا بنبتدي الرجل الاول الشمال وبعدين الرجل اليمين، وبنطلع بعد كده للرجل، وبنبتدي طبعا باك مش فيس، بنبتدي تخلص الباك بنعمل الفيس. بيبقى في حد شغال تحت في الفيس، بيبقى شغال حد في الفقرات العنقيه. الفقرات العنقيه دي هي اللي بتبقى مسؤوله عن الصداع، يعني لو حد عنده صداع نصفي او دماغه على طول تعبانه او كده، الفقرات العنقيه دي اللي بتعملها الترينر، دي بتفك خالص الصداع، ما بتخليش صداع خالص في الدماغ. تنشيط الدوره الدمويه طبعا فوائد المساج اساسا كتير، يعني بينشط الدوره الدمويه، بيخرج اي سموم موجوده في الجسم، بيخرج البوتاسيوم الموجود في الجسم، الملح، الاملاح الزياده، غير طبعا بتحس بريلاكسيشن، يعني هو اهم فوائد المساج الريلاكسيشن من الضغط بتاع الشغل طول اليوم، او الناس اللي بتروح الجيم كتير فبيحصل لهم ستريتش او تيبس في العضلات، فاول ما يتعمل المساج نص ساعه بتحس ان انت اليوم اختلف خالص. طيب يا كابتن، دلوقتي ازاي سواء رجل او مراه او طفل صغير يعرفوا ان هم محتاجين لجلسه مساج؟ بصي، احنا هنبتديها بالراجل، ان هو في الغالب بيعمل مجهود قوي، بيكون بيروح الجيم، بيروح شغله، في حاجات هارد في حياته، فمحتاج جلسات مساج تكون ريلاكسيشن شويه. اللي في الجيم بيشيلوا حديد بيبقوا محتاجين ميديكال، لان بتبقى عضلاتهم بيحصل فيها تيبس. بالنسبه للست طبعا شغل اليوم بقى، بالذات اللي بتعدي فترات حمل طويله، يعني بتقعد 9 شهور حامل، بيكون حركاتها بتبقى بطئت شويه، فبيتعمل لها المساج بيحصل لها تنشيط للدوره الدمويه، تحس بعد جلسه المساج انها بقت اكتف قوي. وفي جلسات مساج لاطفال صغيرين؟ في جلسات مساج لاطفال صغيرين بيبقى عندهم مشاكل في المفاصل، بيكون عندهم مشاكل اللي هم ما بيتحركوش، اللي هم اللي فيهم ذوي احتياجات خاصه كده، دول اغلبيه اللي هم بيبقى بنتعامل معاهم. وفي اطفال اللي هم مامتهم بتحب ان هم يبقوا هيلثي، يعني بتحب ان هي تنشط على طول عضلاتهم. كابتن سما، الفرق بين كل جلسه وجلسه، يعني انا دلوقتي لو بدات ان انا النهارده ابدا اول جلسه مساج، فرق التوقيت بين كل جلسه وجلسه يكون قد ايه؟ بصي، هو لو حد سبورتنج، يعني حد بيروح جيم، بيروح النادي، بيروح كده، هو بيبقى في العادي بيجي مره كل تدريب، يعني بعد كل تدريبين بيجي مره، يعني ممكن يجي مره في الاسبوع. الناس العاديه هي ممكن مره كل اسبوعين، يعني ممكن في الشهر يعمل جلسه مساج ساعتين، اللي هي مره كل 15 يوم بيكون ساعتين في الشهر. يعني كفايه للشخص العادي انه يكون مره كل اسبوعين؟ كفايه انه يكون مره كل اسبوعين. طب ممكن تشرحي فوائد جلسه المساج علشان يعني نخلي الناس تكون اكتر ان هي تروح لجلسات المساج؟ انت فعلا نقطه مهمه، لان احنا هنا في مصر اصلا ما بنتعاملش مع المساج بمفهوم صح، يعني تلاقي في تايلاند، في ممكن كمان في دبي، يعني دلوقتي الامارات بقت متفوقه جدا في المساج، تايلاند، الصين، دبي، بتلاقي هناك ناس راحه فاهمه يعني ايه مساج. احنا عندنا هنا مش فاهمين مساج لدرجه اني بقعد مع الجسم ممكن ربع ساعه افهمه الجلسه دي فوائدها ايه. بص، الميديكال مساج بتبقى فوائدها دي بتتعمل بمراهم وبكريمات معالجه، دي بتخلي الجسم كله ريفرش، يعني عارفه بعد ما بتحس ان كل حاجه في عصبك مشدوده بتلاقيها، يعني ما بيحسش بالم بعدها، ما بيبقاش حاسس بالم.